السلام عليكم ومرحبا بكم ديما في القناة مع الشيف دحمان للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة. كما عودناكم دايما مع الوصفات، لا فيديو تاع اليوم راح ندير لكم طبق الفخيطاس اللي راح يكون بزاف بنين. راح نستعملوا بليسكالوب دودانت والطريقة راح تكون خفيفة وظريفة. نوري لكم التتبيلة كيفاش نديروها، واش نضيفوا له، وكيفاش الفخيطاس تاعنا يخرج بنين بطريقة جد رائعة. انا الفخيطاس تاعي راح نديرو على شكل طبق، وانتوما خذوا الفكره وتقدروا ديروه في لي ساندويتش ولا طبق، لكم الاختيار. قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هكذا مباشره راح نعرفكم على مقادير الوصفه وطريقه التحضير. تقدروا تستعملوا ليسكالوب دو بولي او اسكالوب دودان، لكم الاختيار. انا هنا استعملت رطل حوالي 500 غرام تاع اسكالوب دودان. واش راح نحتاج معاهم؟ حبه بصل، زوج حبات فلفل حلو يكونوا حمورة، زوج حبات يكونوا خضورة، واستعملت معهم راس تاع الحار. بالنسبة للتوابل واش راح نحتاجو فيهم؟ عندنا ملعقة تاع الثوم اون بودر، ملعقة تاع قزبر، فلفل عكري، زنجبيل، فلفل كحل، كيري والملح. هادو هما التوابل اللي نحتاجوهم في طبق الفخيطاس. راح نحتاجو كمية تاع الزيت، حبة قارص نعصروها، وملعقة تاع لاموطرد. هنا بعد ما عرفتكم كامل على المقادير نجوزو مباشرة إلى طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا أول حاجة نجيب لي سكالوب تاعي. كيما راكم تشوفوا أنا هنا راني مقطعو شرائح. واش راح نديرو؟ نجو نقطعو لي سكالوب تاعنا إيمانسي. أول حاجة نمضي الموس تاعي، نجيب لي سكالوب تاعي ونقطعو هكذايا بطويل إيمانسي. كيما راكم تشوفوا هاوليك الدجاج تاعنا كيفاش نقطعوه. الا استعملتوا الدجاج ولا سكالوب لكم الاختيار، قطعوه ايمانسي بهذه الطريقه. هنا واش راح ندير؟ راح نكمل كامل لي زيسكالوب تاعي. كيما راكم تشوفوا هاوليك لي زيسكالوب تاعنا بعد ما قطعتهم. هنا واش راح ندير؟ راح نجيب الحبه البصل تاعي ونزيدو نقطعوا البصل تاعنا ايمانسي. هنا اول حاجه نقسموا البصل تاعنا على زوج ونجو نقطعوا البصل تاعنا بهذه الطريقه. تبعوا معنا. كيما راكم تشوفوا هاوليك البصل تاعنا هنا مقطع، راح نحطه في الاسيط ونجو نقطعوا الفلفل تاعنا كيف كيف. راكم تشوفوا هنا بعد ما كملنا البصل تاعنا مباشره نجو نقطعوا الفلفل تاعنا. اول حاجه نفتحوه بهذه الطريقه. واش راح نديروا؟ نحولوا كامل هذيك الزريعه. انا بعد ما غسلته مقبلات كنت نحيت له هذاك الشابو، دخلت يدي مليح نحيت له كامل الزريعه. واش راح نديروا له؟ راح نحولوا هادو ملعفايس اللي جو هنا زايدين بهذه الطريقة تماما. هنا غير نحوهم، نجو نقطعو الفلفل تاعنا هكذا بطويل إيمانسي. كيما راكو تشوفو هنا بعد ما نكملو الفلفل تاعنا الأحمر نزيدو ندورو الأخضر، وبنفس الطريقة توجور تنحولهم هادو العفايس الزايدين لداخل. تنقو الفلفل تاعكم مليح ونزيدو نقطعوه كيف كيف. اذا كيما شفتوا هذه هي التقطيعه تاع الفلفل. هنا واش راح ندير؟ راح نكمل الفلفل تاعي. انا هنا ضفت حبه تاع الحار، راح نزيد نقطعهم كيما هما ونعاود نولي لكم. كيما راكم تشوفوا خوتي خياتي السكالوب تاعنا واجد، الفلفل البصل وراهم واجدين. مباشره نجو نطلعوا التتبيله. اول حاجه نجيبوا ان ريسيبيون كيما راكم تشوفوا ونحطوا فيه كامل التوابل، نضيفوا عليها لاموطارد. كيما راكم تشوفوا قلت لكم نستعملوا ملعقه كبيره تاع لاموطارد، راح تعطيكم بنه رائعه. واش نضيفوا عليها؟ عصير ليمون، انا استعملت حبه كامله. في الاخير راح نضيفوا شويه تاع الزيت حوالي زوج ملاعق، ونخلطوا التتبيله تاعنا وراهي واجده باذن الله. اذا كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما وجدت التتبيله تاعنا مباشره نجيبوا كامل لي زيسكالوب او الدجاج، لكم الاختيار نتوما واش حبيتوا تستعملوا. هنا راح نحطوه في التتبيله ونمارينيوهم بطريقه جيده. كيما راكم تشوفوا هنا الدجاج تاعنا راهو متبل بطريقه جيده ورائعه. واش راح نديروا؟ راح نخليوه يرتاح. دوكا المده تاع شحال يرتاح الماريني تاعنا؟ قد ما راح تخلوه قد ما راكم في الفايده، نص ساعه، ساعه، زوج سوايع، تبيتوه في الثلاجه ليله كامله، لكم الاختيار. انا واش راح ندير؟ راح نخليه يرتاح اوموا 20 دقيقه نص ساعه، ونجوزو ديراكتومون للمقله ونطيبوه كيف كيف على بركه الله.
بسم الله على بركة الله. هنا أول حاجة راح نجيبو المقلاة تاعنا اللي راح نطيبو فيها، نشعلو عليها النار. واش راح نديرو؟ نضيف عليها حوالي زوج ملاعق تاع الزيت ونخلو الزيت تاعنا تسخن مليح. هنا غير نشوفو الزيت تاعنا سخن مليح، مباشرة راح نجيبو البولي تاعي ونحطو يطيب. كما راكم تشوفوا هنا راح نخلي الدجاج تاعي يطيب حوالي 10 دقائق ونعاود نولي لكم. كما راكم تشوفوا خوتي خياتي العزاز، هنا لي زيسكالوب تاعنا ماريني راهم يطيبوا وراهم معسلين بطريقه جيده ورائعه. هنا غير تشوفوهم دخلهم طيب، واش راح نديروا؟ نجيبوا كامل هذيك الخضره. دوك نعاود نرجع لكم الكاميرا باش توضح لكم الصوره بطريقه جيده. كيما راكو تشوفوا هكذا البولي تاعنا دخلو طياب، واش راح ندير؟ راح نجيب الخضره تاعي هاي ليك. الخضره هذيك عاود رجعتها في الريسيبيون اللي كان فيها هذاك الماريني، زدت لها غير شويه تاع الملح باش الخضره تاعنا ما تجيناش صامطه. واش راح نديرو؟ راح نفرغو كامل الخضره فوق الدجاج بهذه الطريقه، تبعوا معنا. شوفوا هنا بعد ما حطيت كامل هذه الخضره ديالي وستفتها كامل فوق الدجاج، واش راح ديروا؟ ما تقلبوهاش دوكا، خلوها كيما راهي حوالي 10 دقائق باش الخضره تاعنا هذيك تبدا تطيح غير بهذاك البخار، والبولي تاعنا راهو يطيب من تحت براحته وبغرده. هنا راح نخليه حوالي 10 دقائق ونعاود نولي لكم باش نبداو نخلطوا هذيك الخضره البصل والفلفل. اذا كيما شفتوا خوتي خياتي بعد ما جلست هنا 10 دقائق، شوفوا الخضره تاعنا هذه كيفاش بدات تدبل. هنا مباشره نبداو نخلطوا فيها مع هذاك الدجاج ونخلوها تتعسل وتتحمر. هنا واش راح نديروا؟ راح نزيد نخليها تطيب شويه ونعاود نولي لكم. راكو تشوفوا خوتي خياتي العزاز، هنا الفخيطاس تاعنا راه واجد بطريقه جد رائعه. واش راح نديروا؟ راح نطفيو عليه مباشره. كما راكو تشوفوا راهو معسل بطريقه جد رائعه. نطفي عليه كما قلت لكم ونجوزوا الى طريقه التقديم ان شاء الله. كما راكو تشوفوا خوتي خياتي العزاز، هنا وصلنا للنتيجه النهائيه وطريقه تقديم الفخيطاس على طريقه المطاعم ولا اروع. كما راكم تشوفوا هذا هو الطبق الاول، دريسيتو على طريقه المطاعم، حطيت فيه غير الفخيطاس شويه قارص، شبحته بشويه فروماج شويه معدنوس، وهنا تورته كامل بالكيري انديا، والطبق تاعنا راهو واجد على طريقه المطاعم بنا ولا اروع. بالنسبه للطبق الثاني كنت قرنيتو، ضفت له شويه شلاضه شويه فريت. كما راكم تشوفوا ها الطبق تاعنا تاع الفخيطاس، منا كنت قليت حبه بطاطا شويه شلاضه خفيفه وظريفه، والاطباق تاعنا راهم واجدين. ان شاء الله يكونوا عجبكم وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. اما لا، هذه هي الطريقه اللي استعملناها اليوم، ان شاء الله تجربوها وتخلونا تعليق واش رايكم في التوابل اللي استعملتهم وفي الطريقه تاع العمل. هنا ما بقى لي نقول لكم غير بقاو على خير وتهلاو في روحتكم. الى اللقاء مع وصفات جديده. سلام.